طبعا اخونا خالد غندور النهارده عامل حلقه، لكن انا قلت امبارح نفذته. لن يسمح بعيل ماسك صفاره في بقه واهبل ودعيل طويل كده واهبل ماسك العصايه راح جاي يحكم ماتش للزمالك. ادي الجواب اهو رسمي النهارده زي ما قلت لجمهور الزمالك. خطاب صادر 172 تاريخ 21/3/2019 بالمناسبه طبعا بنقول لكل ام كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. يعني انا امي ميته، انت امك ميته الله يرحمها، ربنا يرحمها، الله يرحمها. يعني كل ام كل سنه وانت طيبه. السيد اللواء دكتور ساره سويلم المدير التنفيذي الاتحاد المصري لكره القدم. اللي قال لي مجدي عبد الغني النهارده الوحيد رد عليا مجدي خلاص، قال ايه ده هو في ايه؟ قال له بصراحه مرتضى فعلا حذرني من الراجل الحنفي وقال لي ده هيعمل مصيبه، لانه ثروت صادق، لانه فعلا كلمته قبل الماتش. ولما قالوا انه راح شوبير راح بيته، ولا هو راح بيت شوبير مع محمد كامل وكتب الكلام ده كله، انا ما صدقتش ان الفجر يوصل المرحلة دي. ده فجر يا جماعه، ده فجر، لا بيسموه فجر. ف نظرا متعرض له نادي الزمالك من ظلم تحكيمي واضح للجميع وظهور ذلك بشكل خلال لقاء مباراه الفريق الاول لكره القدم مع نادي المقاولين العرب ببطوله الدوري العام التي اقيمت امس 24/3/2019، يتم محاباه واستفاده انديه اخرى مجاملتها تحكيميا، وهذا واضح ايضا للجميع. لذلك نطالب باتحادكم باسناد اداره تحكيم جميع مباريات الزمالك اللي طرف الزمالك الى حكام اجانب ليمنع استثناء من عدم تطبيق العداله التحكيميه في المباراه. لا هو مش عدم، يعني انا ما صحتش الجواب ده، مش عيبني الصياغة، أنا عايز أقول له لا حكام فجرة. والأستاذ مرسى عطا الله بعت لي رسالة النهاردة أهي. أستاذ مرسى طبعا الأستاذ الكبير، قال لي بص يا مرتضى أهي، قبل 37 سنة كان منشط الزمالك وسقط التحكيم الفاجر ما أشبه الليلة بالبارحة. أنتوا عايزين إيه؟ هو ايه بجد الفجر ده؟ هو ايه ده كل ما يتكلم اصل انا 40 بطوله، اصل انا اللي مش عارف مين، اصل انا ايه؟ في ايه يا جماعه؟ من 37 سنه مرسي عطا الله كتب المنشاه، هنجيب المجله عندنا ارشيف، يسكت التحكيم الفاجر، يعني الفجر ده من زمان وتقول لي اصل انا مش عارف ايه؟ فلن يسمح بعيل لا بالشورت زي بتاع المدرسه الحضانه وماسك عصايه في ايده اهبل، قلت انا اهو، او عيل ماسك صفاره يبقى في ماتش للزمالك لن يسمح. كل المباريات يا رئيس بلا استثناء، بلا استثناء. لا يا جماعه مش كده، لا يعني ايه؟ لا مش كده قوي. وبعدين الملحوظه من ساعه ما شوبير بقى جه الاهلي ما خسرش ولا ماتش، من ساعة ما الواد الاخوانجي سيد عبد الحفيظ مهاني الحكام ومسح كرامتهم الارض الاهلي ما خسرش ولا ماتش. وعلى فكرة بقول جمهور النادي الاهلي عظيم، لكن في عيال في الاهلي سفلة. نادي اشتيمة من امبارح، فرحان يا ابني انك انت، يعني انا دلوقتي ابني راح الامتحان خلاص دخل الامتحان، وانا رحت مديله ايه مثلا 20 مادة، رحت مديله 20 برشامة، هو في كليه هندسه مثلا. انا عندي احمد هو امير شرطه الحمد لله، بقول مثلا ممكن من ستين سنه يقول لك ابنه كده. ما انا عمال يعني امبارح لما قلت ايه اخي جاوز الظالمون المدى في حق الجهاد وحق الفدا ده ابو القاسم الشابي، انا لا انا يعني هو لا هو علي محمود طه خلاص. فانا قلت ايه هيسيبه كل اللي انا قلته ويقول لك مش هو ده واحد تاني. انا بس بوريك بقى السفاله يعني مش مشكله يعني تمام. طيب انا اديت لابني، ابني ده في كليه هندسه، اديت له 20 برشامه وغش وطلع الاول بامتياز تمام يا جماعه، وبقى مهندس لان هو ما كانش بيذاكر، راح حاطط بدل ما يحط الاسمنت على الزلط على الرمل على الحديد راح حاطط الملخيه على الكوارع، العماره وقعت، الواد راح السجن. ده قتل ليه؟ لان ابوه كان فرحان انه اداله البرشام. التاريخ بيقول كده، التاريخ بيقول من الحكم القديم اللي هو كان اسمه ايه القديم ده اللي هو في حسن كابتن حسن شحاته اسمه ايه؟ اقول كابتن حسن شحاته اسمه ايه؟ محمد حسام الله يرحمه،
احمد حسام والتاني وعبد الله من اللي رفع الرايه ده حكم وابن حكم ده ياسر عبد العزيز عبد الرؤوف ايوه عبد الرؤوف عبد العزيز عبد الرؤوف عبد العزيز وعملت تقول لي ذاكرتك وذاكرتك ما انت وانا شاب صغير شاب صغير واقول لك دي الصبغه هي اللي عامله كده ما انت صبغ ابيض انت كمان انت كمان بتصبغ ابيض يا ريت والله الواحد يصبغ ابيض المهم فانت ضريت ابنك هو ليه كل العالم العربي 90% بيقول لك انا زملكاوي ليه اللي بيشوفوه بصراحه صحيح. الناس ما بتحبش الظلم والاهلي مش محتاج يعني يا عم انت خدت مثلا 40 بطوله والله العظيم 20 بطوله بالبركه كده وبالحلال احسن من 500 بطوله مش بالحلال ف يمكن النهارده خالد هيعمل حلقه احنا خلاص رسمي وغصب عنه اي ذكر او عامل ذكر لن يسمح وعايزين تبوظوا الدوري عادي ما انتوا الاول عايزين تبوظوه لكن لما كان في فرق بيننا وبين الاهلي 10 بونت تقريبا او 8 بونت كنت عايزين تبوظوه خلاص اللي انتوا عملتوه ده على فكره جريمه في حق الرياضه كلها انا تاني بسال يا استاذ محمود ينفع حكم بيسمي نفسه قاضي ملاعب طبعا ما فيش قاضي بيلبس شورت وصفاره القاضي قاضي القاضي بيبقى على المنصه قاضي ولما بيقول محكمه كلنا بنقف في القاعه عشان قاضي وانا قلت لمحمد مرسي قبل كده لما شتم قاضي قلت له اصغر قاضي في مصر اعلى مقام منك انا بسلم عليك كده خلاص لكن ما تيجي خاطب القاضي على المنصه لازم ترفع راسك ليه كده